بمناسبة الكلام عن المهاجمين، يعني انت في وسط كلامك بتقول في موسم واحد احرزت 42 هدف، وفي وسط كلامك برضو قلت ايه، يعني دلوقتي ساعات بنعاني عشان نجيب مهاجم. صحيح. طب ليه بنعاني في الاتيان بمهاجمين واحنا عندنا، يعني حتى في على صعيد الناشئين، اللي الناس اللي هم بصدد التصعيد، لو احنا نصعد يعني عندهم عندنا ناس زي الفل؟ دي واحده. الثانيه برضو من الامور الملفته جدا للنظر، ليه ما بقاش في غزاره تهديفيه عند الهدافين اليومين دول بالمقرب ايامك مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، دايما يعني طرق اللعب بيبقى ليها تاثير على اداء المهاجمين بالذات. يعني احنا كنا بنلعب 4 4 2 او 3 4 3 او 3 4 1 2، دي الطريقه اللي كنا بنلعب بيها، فكان اثنين فراوده في الملعب اساسيين وكان في اثنين احتياطي. اثنين فراوده ده معناه انك انت بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الفراوده في تسجيل الاهداف، زي ما كان بيحصل معانا كده. مثلا انا خدت هداف دوري، وعماد متعب خد هداف دوري، ابو تريكه خد هداف دوري، حسام حسن خد هداف دوري، فيليكس هكذا. كل يعني طريقه اللعب نفسها هي اللي بتوضح دور المهاجم في الملعب وبتساعده انه يسجل، وبتساعده طبعا، لان انت بتلعب على اطراف الملعب وتعتمد على المان تارجت اللي هو راس الحربه بتاعك في الحته التهديفيه. النهارده طرق اللعب اختلفت حتى بامكانيات اللعيبه المختلفه او القليله. يعني انت النهارده مثلا لما تيجي تقول ايه، انا بلعب 4 2 3 1، الطريقه التقليديه اللي يعني اللي مين اللي بنلعب بيها عثماني اللي كل العالم بيلعب بيها. الطريقه دي ما بتعتمدش فيها قوي على المان تارجت بتاعك، ان هو اللي يسجل الاهداف رقم 9، لعيب السترايكر رقم 9، ما بتعتمدش عليه، انت بتعتمد على الاثنين اللي من على الجناحين، او مثلا البلاي ميكر او المايسترو بتاع الفرقه هو اللي بيسجل الاهداف، بتعتمد على مجموعه من العناصر. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه بمناسبه ان الناس بتتكلم عن الاهلي والتهديف. الاهلي اكتر فرقه في الدوري مسجله اهداف، ومع ذلك ممكن ما يكونش الهداف من النادي الاهلي، لان انت في الطريقه دي بتعتمد على الكل وليس الفرد. طبعا بتعتمد على لعيبه كتيره جدا بيسجلوا اهداف، زي ما جوارديولا كان بيتكلم بيقول لك انا في الطريقه دي انا ممكن يعني اشتغل مثلا. يعني ايه الفرق ما بين مانشستر سيتي وما بين توتنهام؟ ان توتنهام بيعتمد على هاري كين، هو ده الفرق، ادمان تارجت اللي بيسجل اهداف وهدف الدوري. لما بيغيب هاري كين بيحصل وحصل فعلا مشاكل لتوتنهام في تسجيل الاهداف وبالتالي في المكسب. النهارده لا، العكس، سيتي بيعتمد على مجموعه اللاعبين، محرز بيسجل، ستيرلينج بيسجل، اجويرو بيسجل، يعني كل اللعيبه بتسجل اهداف، فهي دي الطريقه بتاعت النادي الاهلي تمشي مع الفرق الكبيره. لكن الفرق الصغيره اعتقد هيبقى الامر صعب جدا بالنسبه لها، لان الفرق الصغيره طريقه اللعب مش انك تمتلك وتستحوذ وتوصل للمرمى، لا، طريقه اللعب انك تلعب على كاونتر اتاك، فانت عايز راس حربه يبقى سريع جدا وقوي جدا وبيعرف يسجل اهداف، ودي ما بقتش موجوده، لان خلاص انت بره يعني في الاحتياطي بيبقى عندك راس حرب واحد فقط، وعندك واحد في الملعب ممكن كمان تستبدله وتلعب بشادو سترايكر، فما عندكش فكره ان انت عايز راس الحرب بس هو اللي يسجل، بقيت عندك فكره ان الاثنين اللي على الاطراف واللعيب اللي بيلعب البلاي ميكر ده هو المفترض ان هو يسجل الاهداف بالنسبه لك. عشان كده اختفت كثره اللعيبه راسات الحرب اللي هو رقم 9، ما بقتش موجوده، كل فرقه فيها لعيب او اثنين بيك كتير، كان زمان كل فرقه فيها 6 7 لعيب او 5، يعني بكلمك في النادي الاهلي مثلا 98 7 لعيب، واحنا في الناشئين اثنين ومستنيين ناخد فرصه، فكان اثنين بيلعبوا وممكن تغير اثنين، لكن النهارده واحد فقط لا غير، وبتغير واحد مكان واحد هكذا. عشان يعني كده يعني التشكيل بتاعنا جيد دلوقتي، نقدر نقول ان حضرتك اكيد سمعت ناس كتير بتقول احنا محتاجين لا نجيب فروت اخر، يعني انا شايفه ان التشكيل عندنا، او حضرتك بتتكلم ان التشكيل عندنا كويس، احنا عندنا محمد شريف، سواء بواليا يعني نختلف او نتفق عليه، بس هو برده كبديل موجود، فحضرتك شايف ان احنا كده كفريق كاملين؟ بص طبعا الاهلي مكتمل طبعا، يعني طالما بتقدر تسجل اهداف، طالما بتقدر توصل، طالما اطرافك بيقدروا يسجلوا اهداف، والبلاي ميكر بتاعك بيقدر يسجل اهداف، والميد فيلدرز بيسجلوا اهداف، يبقى انت بتشتغل كجماعيه بالظبط، لعبه جماعيه بالظبط، بتعتمد على الجماعيه، بتعتمد على يعني اللعيبه اللي موجوده عندك كلها، مش على لعيب واحد فقط. وده اللي خلى حد مدافع زي بدر بنوني يسجل اهداف طبعا، يسجل اهداف. ما خد بالك طريقه اللعب بتبقى مهمة جدا جدا لكيفية ان انت ازاي تدافع وازاي تهاجم. ازاي اهاجم؟ زي ما انا قلت لك الاهلي بيعتمد على اللعيبة الكتير، مش لعيب واحد فقط لا غير، مش مروان محسن بس، مش محمد شريف بس. يعني محمد شريف بقاله ماتشين تلاته ما بيسجلش، بس في ناس بتسجل تاني. أيوة. يعني بس الجماعية اللي انت بتتكلم عليها على اعتبار ان هي عنصر استجد الى حد كبير في تكنيك لعب كتير من الفرق، مش المفروض بالضرورة وبالتبعية ان ينتج عنها زيادة في الامتاع؟ ده طبيعي. طب هل ده حاصل قوي؟ شوف انا هقول لك، يعني مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الكلام ده مش موجود، مش موجود لعده اسباب، اهمها ان انت بقالك
شهر ونص، يمكن لعبت 12 13 ماتش في شهر ونص. طيب. ده صعب جدا على اي فرقه في العالم، في العالم ان هي تلعب كل 48 ساعه. يعني تلعب سبت حد تريح، حد اثنين تلعب ثلاثه تريح، اربعة وخمس تلعب جمعه. صعب جدا 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 انك يعني تلاقي فيه متعه في الاداء. المتعه بتيجي من ان اللعيب مستريح، لياقته البدنيه حاضره، فبالتالي هو جاهز طول طول الوقت. لكن انت بتلعب النهارده اللعيبه بتنزل معاها هي خايفه، خايفه من الاصابه، خايفه من الاجهاد، خايف انت كمدير فني خايف على اللعيب نفسه ان هو يتعور، فبالتالي بتعمل روتيشن بسرعه. هي برده يا كابتن الفتره اللي فاتت ما نقدرش نحكم فيها على الاهلي بشكل صعب يعني صعب جدا جدا جدا. ادي فرصه للنادي الاهلي، اديله فرصه كويسه تمام، زي ما اديت له فرصه كده هناك في الماتش بتاع سان داونز اللي هو الماتش العوده. هتلاقي اداء منظم، تكتيك واضح، المدير الفني بيعرف يفكر، بيعرف كمان يغير. انت ما عندكش وقت تغير اخطاء، يعني لو في اخطاء ما عندكش وقت تغير. برضو على ذكر